اللي انتوا شايفينه ده مش مجرد شفشق مية، انما ده اختراع شفشق ومعاه فلتر مية. يعني مكوناته بسيطة جدا، مجرد المكان اللي انت بتحط فيه مية غالبا من الحنفية، ومن جوه في عندك الفلتر اللي بيفلتر المية عشان تنزل في الجزء السفلي من الشفشق. ده اختراع بسيط واقتصادي بالنسبة للطلاب او الناس اللي مش حابة انها تكلف نفسها بأنها تشتري مياه كل شوية من السوبر ماركت.